كتجوج 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 الناس بدات تستوكي في السلعه صاحبي وتبيعها. جاي واحد الدريويش بحال هذا فوقيتو عطيك يدروز الزيت وعطيك جوج قوالب السكر ما عندوش، ويجي واحد لاباس عليه مريح في بيرو كيستوكي في السلعه غيمشي يبيعها. خوانا شي ما خصناش نقبلوا به، اللي جاب شي حاجه يوقف عليها. انا الناس امنوني على هذا الشيء. واللي بان ليه شي واحد فاس اللي بان ليه. امين امين. اسمع صافت عايشه البارح في الطريق. انا عشتها. امين امين. قولوا الحقيقه صاحبي، قولوا الحقيقه. الحقيقه دابا شنو واقع؟ جمعيات باغينا يجمعوا. جمعيات باغينا يجمعوا. عقلوش على الدواور. ولا فهمني. جمعيات بلا تلاح. جمعيات باغينا يجمعوا. مرحبا مرحبا يا اخي، مرحبا بك. الاخوان حقيقه غتصدم هاد الناس كاملين المساكن اللي كيتسناو فيها. هاد الحقيقة هادي غتصدم كاملين هاد الناس اللي غتصدم فيا وهاد الناس اللي كيتصنتوا ليا. اخوانا كما كتعرفوا عليا كندوي معاكم صريح، شوف شحال ديال الناس جاو عندي ولكن كلهم غتصدمهم، كلشي هادو غيتصدموا. غنقول لهم الحقيقة، ما غنستيش نكذب على المغاربة كما كيعرفوا عليا الحقيقة. حقيقة الاخوان، حقيقة التي ستصدم المغاربة. بزاف الناس جايين كيتسناونا نديماري ولكن غنقول الحقيقة وخاصنا نواجهوا الواقع. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله الاخوان. بخير الله يحفظكم، الله يحفظكم الشباب. بخير سي اكرم، تحياتي. اذا الاخوان انا يلا جيت للنقطة اللي حطينا ديال فين كيجيو عندنا الناس، انطلاقا من واحد المباشر اللي حطيناه سابقا. الاولاني هذا الثاني. المباشر الاولاني هذا الثاني. خير ان شاء الله الاخوان. بغينا نعرفوا دابا شنو، دابا اول حاجة خاصني نكتشف شنو كاين هنا. ياك هادو ناس على ما اظن كيبان ليا كامل ديال الدقيق. هذه قافلة. هذا موساق لي فقير صالح. الله يحفظك، دير سي حسين بخير. الله يحفظك. الله يحفظكم بخير. صحة مزيان. اخوان خاصنا نقولوا الحقيقة. واش كتعرفوا عليا الحقيقة؟ وانا غنقول لكم الحقيقة اليوم وخاصكم تقبلوها. كاملين خاصكم تسمعوا الحقيقة اللي كاينة. تمام اخويا. الله يحفظك. خاصكم تسمعوا الحقيقة اللي كاينة. اليوم. الناس كاينين هنا كاملين. هذا سيدي حنا جينا من اقليم فقيه بن صالح. اقليم فقيه بن صالح. حد بو موسى. حد بو موسى. تماما، جينا وعندنا هنايا خاي ديالي تقريبا ثلاثه الشاحنات. اييه. ممتلئه. ممتلئه عن اخرها. تماما، وكنحاولوا نقلبوا على الفيلاج اللي هو مخصوص. هاك الفيلاج اللي هو مخصوص. اما حنا سمعنا بان كاينين فيلاجات ولاو كيشدوا تريبل. الله يكرمك، دابا هذه هي الحقيقه اللي باغي نناقش. اخوان هذا بث مباشر، هذا بث مباشر، غندوي معكم بالحقيقة. تمام. الحقيقة غنحطها لكم كما هي وديك الساعة غنخرجوا بقرار كافة. بارك الله. إخوان ضغطوا على زر البارطاج لأن هذا الشيء اللي واقع غيتعاود الزلزال لأربعة المرات، هذا الشيء اللي واقع الحقيقة. زيد شنو بغيت نعرف مازال شكون اللي كاين مازال؟ أنتم الدراري ديال فقيه بن صالح. حنا حد بو موسى إقليم فقيه بن صالح. أنا نقول لك أخويا الحقيقة والله شاهد على ما أقول. بارك الله فيك. الله يجزيك بخير، الله يفتحك. عندنا 41 منطقة. بغينا نطلعوا اللي جو كاك تغجيشت. خصنا شوية الساعة الله يجزيك. بلاتي أنا ندوي معك أود الفقيه، أنا نعطيك الحقيقة. الله يجزيك. أنت واقيلا ما عارفش، أنا نقول لك شنو، أنا نقول لك شنو عارف. خاصكم تعرفوا شنو كاين. إذا الإخوان أقسم بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. اقسم بالله العلي العظيم. امين، كنعرفوك من زمان. الى وصلوا الجبال لمرحله ديال التبدير. ولا اقسم بالله العلي العظيم الى وصلوا الجبال لمرحله ديال التبدير مواد ديال التغذيه. حنا كنا عالمين علاش. اخي العزيز كنقول لك الحقيقه التي ستؤلمكم. تمام. ولكن هذا لا يعني اننا ما غنتشرفوش بهذا روح التضامن اللي دار. الاشكال اللي واقع الاخوان ولا الناس كتحل الحك ديال السرديل ديال 15 درهم يضرب نصه ويلوح نصه. الفرماجه مليوح. اخوان وصلنا لواحد المرحله ديال التبدير. وصلنا لواحد المرحله الشفاره شفرو، النصابه نصبو، الدواور ستوكاو. البارح كيعيطوا لي الرموكات كيقول لي خويا امين فين نمشيو؟ باغي نخويو ما بغيت تفكر. ما لقاوش فين يخويو. تمام تمام. سمعوا، انا ما غنحددش النقط. انه الى حددت النقط غيولي عندي اشكال مع الناس اللي الى قلت لهم الحقيقه ديالهم. انا كنقول للناس الحقيقه انطلاقا من مصادر موثوقه. اقسم بالله العلي العظيم. وصلهم الفقيه الله يكرمك. وصلهم الزناقه
وصلهم امين دوني توصلهم فينا بلاصه في امين دوني ما وصلش دوني بالضبط لا وصل وصل الاخ هذاك الدوار اللي فوق البار الاخ الله يرحم لك الوالدين 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 سنه ليا نقول لك الحقيقه واش انت ولدي من دونيت؟ لا والله يرضي عليك راه انا عارف ايمين دونيت وعندي الدراري ديال ايمين دونيت اللي كنثق فيهم ماشي عندي داك اللي انت ما كتعرفوش راه اللي دويتي معاه غيقول لك خويا ما خديناش انا ما خديناش وصلت لنا وفهمنا اش نقول لك وتسنط ليا والبارح قبل ما نقول الحقيقه والبارح قبل ما نمشي ثلاثني يعقوب ولا عزغار مشات لا عزغار عامره بلاتي واسمع واسمع اسمع صنت ليا صيفط واحد القافله شي ثلاثه القافلات اللي صيفط شوف الاخ 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 الكريم الاخ الكريم الاخ كريم الله يرحم لك الوالدين الله يجازيك بخير حنا دابا هذا بث مباشر كما دوينا مع الناس النهار الاول قلنا لهم الناس تحت الانقاض خاصه الخبز كنقولوا اليوم الناس الله يجازيكم بخير راه عيط للدراري تما في واد برحيل قال لك امر العمر الخيريه والطالب تحناوت عمره دار الطالب عن اخرها الحمد لله الحمد لله هذا خير كثير ولكن اخويا راه غنوليو في الاسراف وغنوليو اسمع وغنوليو اننا ناس غيغتناو على ظهر الناس هاد السيد دابا تلقاه جاي من الفقيه بن صالح ياك اخويا تمام جاي من البيان خليتي خدمتك والله دراري ما تجيش المدرسه الله يكرمك والله العظيم وناس مساكنه دراري واش تعاونوا معاه تماما وشحال جمعتي ديال التغذيه اخويا اخويا جمعنا قدر ما يعادل 10000 يورو الله يحفظك ديال التغذيه يعني انا باش نجي هذا يجيب التغذيه ويعطيها لواحد يستوكي وما نعرف واش فين مشات شنو هي هادي 12 مليون نجيب انا 12 مليون ديال السلعه وغنعطيها لواحد يديها يستوكيها غيديها غيديها غيستوكيها اخوان اخوان الله يرحم الوالدين شوف انا كندوي دابا الحقيقه انا اليوم اسمع الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم اخوان كنتو كتثقوا فيا انا راني باح وكنعطيكم الحقيقه كل نهار كنعطيكم مستجد الله يجازيكم بخير الرموكات الرموكات اللي جايين من العيون الرموكات اللي جايين من طنجه ماشي غنقول لكم ما تجيوش ما تجيش هاد السيمانه صبر الله يحفظك 10 ايام وجي الله يرحم لك الوالدي لان الناس شارجات خاصها ترجع شوف 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 الناس ديال العيون عرفتي شحال جاي من العيون واش انا كنقول الناس ديال العيون يشوفوا هذا المباشر الناس ديال العيون ها انتم سمعوني انا كذاب وباغي نصب الله يرضي عليك حسفتيني الثلاث يعقوب زغار ياك مشينا مع ثلاثه العشيه اييه اش من رموكات واش غادي الايغيل وغادي ثلاث نيع وعمر بلاتي ومني وصلنا مع العشرة ونص الليل الناس ناهي في الطونوبيلات الليل كله الطونوبيلات غاديين لا زغار والرموكات والكاميوات وفاش عاود رجعنا البارح مع ثلاثه العشيه اش من الرموكات غاديين ثلاث يعقوب والايغيل وزغار وسميتو وصلنا حتى العشرة ونص وشوف عيط للدراري في سكساوه قال لك سكساوه ولات دايره بحال امسكروت عيط الدراري في ايجوكا قال لك عندنا ستوك ديال درب عمر ديال التغذيه الدراري اللي كنعرفوا الرجوله نكونوا رجال قال لك عندنا ستوك ديال درب عمر ما يكفي من التغذيه قال لك الاشكال اللي كاين هو ما عندناش فين نخزنوا الحليب والفرماج وهذا الشيء يقدر يخسر قال لك الناس ولات كتاكل والضو ما كاينش الضو ما كاينش هاو تلقى الماء مني كنمشي تلقى الماء مرمي كاين فائده خويا العزيز كاين فائده خويا العزيز لذلك خويا العزيز لذلك والله الا الخناشي هكا تلقاو الفائده الله يجازيك بخير فائده كثير لان التضامن كله جا في خطره واحده وتصرف لي نقول تصنت لي نقول لك راه الدواور ملي كندويو مثلا على جماعه اغبار ندويو على جماعه ايغيل ندويو على ايجوكاك ندويو على سكساوه ندويو على ايمين دوني ترى تجمع هادشي كامل غتلقى فيه تقريبا واحد 300000 ولا 400000 نسمه تقارنها مع 36 مليون مغربي كلها ساهمات راه غيعمروهم اصاحبي بزاف لان الزلزال الزلزال هاد الزلزال يا ربي السلامه نسال الله السلامه راه كون ضرب كازا راه والله ما يهبط لك على 5 المليون ما يهبطش على 5 المليون تماما ولكن ضرب الدواور نظرا لان الدواور قلال وبعاد ومشتين في الجبال ماتت تقريبا بالحقيقه هذوك الناس
بغيت تجيهم الله تعالى شهداء ما يبقاش يشوفوا هاد المناكير يتدخلوا من قلبهم. الله يحفظك. امين اللي كنسمعوا هو ان مازال الناس حد الارض واش هادشي باقي؟ مازال الطرقان ما دايزينش اخي. الناس اللي متبعانا حنا الناس اللي متبعانا وسمعوا بلا الناس. سمعنا اخويا العزيز، سمعنا اخويا العزيز، سمعنا اخويا العزيز، سمعونا الاخوان، امور واضحه، امور واضحه. بلاتي الله يكرم. ترجيستي انك كاين شي مطلط عندنا 20 منطه. خصنا شي مطلط تعطيني واحد. والاخ كنقول لك راه كلشي عامر. والاخ واش ما صدقتينيش؟ وكلشي عامر كاين ستوك، راه يلا دويت معاهم. راه طرح السؤال خمسة مرات. شوف شوف صمت ليا، صمت ليا باش نكمل الفكره ديال الناس تحت الانقاض. نكملوا الفكره ديال الناس تحت الانقاض. سمعوا سمعنا انا باقي تحت الردم. وانا غنقول لك الفكره ديال الناس تحت الانقاض. خاصكم تعرفوا بان هذه المنطقه اللي ضربات فيها الزلزال كتعيش العزله، راه هي اللي كنا كنزورو في الفيديوهات السابقه اللي كنتي كتفرجها. راه غتلقى تقريبا غير واحد البيس ديال 7 كيلومتر تقدر فيها ساعتين ديال المكانه. كاينه. تخيل معايا دابا ملي ضرب الزلزال وطريق مبنيه بالحجر ريب جبل على طريق اللي كتدي لدوار، مين غيدوزو ليهم؟ عرفتي الطريق؟ عرفتي دابا الطرقان كيتبناو دابا من تحت بالحجر باش يلاه يتقاد ديك الطريق مع ديك الطريق باش يلاه تمشي. يعني دوك الدواور اللي كاينين في اعالي الجبال وما دازاهمش طريق كبيره، راه باقي واحدين، راه باقي ما دازش لهم الطريق. الطريقه كيفاش دابا كيتصرفوا؟ كيمشيو عبر عن طريق المطر، كيمشيو كيمشيو عن طريق المطر والحمير الى المفترق ديال الطرق فين مقطوعه، وكياخذوا المؤونات. ودوك الناس اللي كاينين تما في الريزو كنتواصل معاهم كيقول لك اخويا كاين ستوك، كاين ستوك. انا شفت كلشي بعينيا، كاين ستوك. وهي هذيك مؤسسه محمد الخامس اللي حدا وكلشي عامر وتبارك الله وعمرات وعمرات. اسمع 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 اخوان اخوان اخوان، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. المعلومات خاصنا نوصلوها لبعضياتنا ونوصلوها لهاد الناس. والله الا ستوك. اسمع اخوان غضغطوا على زر البارطاج، لان كيما دويت معاكم النهار الاول صالح غادوي معاكم انا اليوم صالح. انا اليوم معول نمشي بقافله قد قد الخلاق، ولكن هاد الناس معايا معولين، وكاين اللي جاي من برا غنقول لهم خاصنا نتريتو. كاين شي نصاره غنوريكم اشنو غنديروا. نعم نصاره طبا قال لك با يمشيو. نصاره طبا مرحبا، انا نوريك كيفاش غنخدم، غنوريك القرار، غنوريك القرار باش خرجنا. لان الاخوان غنوريك اشنو درت. اجي تشوف اخويا، انا نوريك الحل ونعطيكم الحل. اجي تشوف، اجي تشوف، اجي تشوف. يعني كيما هاد الناس مساكن مشارجين، راه حنا كنتسناو فيك هكا. ورموكات جايين من العيون، ورموكات جايين من طنجه، ورموكات جايين من تطوان. اجي تشوفوا، اجي تشوفوا، اجي تشوفوا، اجي الاخوان، اجي تشوفوا معايا الاخوان. غضغطوا على زر البارطاج باش تعرفوا شنو واقع، لانه حنا اللي كان حنا متطوعين خدامين لله، خاص يكون العمل لله، وخاصنا نقولوا الحقيقه. واخا يقول اللي بغى يقول فينا شي حاجه يقولها. ها انتم شوف تبارك الله، هاد الناس كاملين جابوا لنا مواد تغذيه. شتوها هذه مواد تغذيه دابا، هذه البسه، هنا المانط، هنا الماء، هنا تبارك الله هذاك الدقيق. بلاتي بلاتي ندخل ندخل يدخل معايا هذا السيد كيصور، الله يحفظك. دخل معايا السيد كيصور، الله يحفظك. انا معاك، هذه مال هذه صداقه. شوف الاخوان تصنتوا تصنتوا، وشوفوا هذا المنظر هذا، شوف وشوفوا هذا المنظر. هاو شو الله يرحم لك الوالدين، واش هذا الشيء ما يقطعش لك في القلب؟ ها هو مسكين، ها هو دريويش. شو جايب؟ جايب سكر وجايب زيت، وغيجي شفار نصابي يزيد شي ستوكي في الدار. جزاك الله خير، تقبلوا بهذا الشيء يا صاحبي. جزاك الله خير، الله ينفعكم. الله يرحم الوالدين. جزاك الله خير، الله يقبل ليك، الله يقبل ليك. بلاتي الله يحفظ. خوار كاين نصب، كاين نصب، كاين اخر الناس كتستوكي السلعه. درويش جاي مسكين باغا يتعاون مع ناس، ويجي واحد يبدا يعمر. مرشوم مرشوم، والله لا الواقع، والله الواقع اللي تيطرح. امين والله العظيم، يطرح من الناس يجي يقول لكم امين. حشومه وعيب، الناس ولات كتشفر السلعات فيها. بات لهم الضمير، كتبيعها كتبيعها. بات لهم الضمير، الله يلاه الله يلاه الله يلاه اكثر منه، والله يلاه موجودين بزاف. والله العظيم الناس كتشف السلعه، كتبيعها كتبيعها. عينينا تنشوفوا فيه، الله يلاه شاهد هذا واحد من الناس. شنو اللي سلاح حقك؟ الله يلاه حقك. لا 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 بلاتي بلاتي بلاتي. سمع الله يحفظك، الناس بدات تستوكي في السلعه صاحبي وتبيعها. جاي واحد الدريويش بحال هذا فوقيتو، عطاك يطرود الزيت وعطاك جوج قوالب السكر ما عندوش، ويجي واحد لاباس عليه مريح في بيرو كيستوكي في السلعه غيمشي يبيعها. خوانا شي ما خصناش نقبلوا به، اللي جاب شي حاجه يوقف عليها. انا الناس امنوني على هذا الشيء،
بس يبلغ اسمع يا حبدك امين قولوا الحقيقه صاحبي قولوا الحقيقه دابا شنو واقع جمعيات باغيين يجمعوا جمعيات باغيين يجمعوا عقلوا على الدواور ولا فهمني حنا ما عندناش جمعيات بلا جمعيات باغيين